صباح الخير مشاهدي ومتابعي موقع وجريدة أهل مصر في كل مكان، مع حضراتكم من محافظة الشرقية، تحديدا موجودين مع حضراتكم من أمام إحدى لجان امتحانات الثانوية العامة، واللي بيمتحنوا النهاردة الشعبتين العلمية والأدبية، امتحان مادة الفيزياء والتاريخ. إن شاء الله ربنا يوفقهم وييسر ليهم أمورهم يا رب. احنا دلوقتي معانا احد اولياء امور طلاب الثانويه العامه، هيحكي لنا تفاصيل اكتر عن معاناتهم او تضررهم خلال السنه دي او خلال المرحله الثانويه العامه. قد ايه هم بيعانوا من مصاريف من قطاع الكهرباء اللي بقالها فتره بتقطع، وازاي اولادهم ما بيقدروش ان هم يذاكروا في وسط طبعا انقطاع الكهرباء المستمر. يمكن لحد امبارح كان بيحكي لي بيقول لي ان بنتي كانت بتذاكر امبارح والكهرباء قطعت عليها، وطبعا عندها تاني يوم امتحان اللي هو ماده التاريخ. ان شاء الله ربنا يوفقها يا رب. اهلا بحضرتك على موقع وجريده اهل مصر. اهلا بك، اهلا بحضرتك. يعني احنا عايزين كده نبدا معاك كده، المعاناه اللي بيعانيها اولياء الامور خلال السنه الدراسيه دي، الضغوطات اللي بيعيشوا فيها. يعني الاهالي او اولياء الامور الطلبه اكتر حاجه بيعانوا بها هي بالنسبه للثالثه ثانوي الدروس الخصوصيه. هي ديك اكتر ضغوط عليهم، لان ثالثه السنه يعني مصاريف جامده بالنسبه للدروس، واخر شهرين طبعا الطالب او الطالبه بياخد في الماده درسين كده، والطلبه ذات نفسهم مش مساعدين، يعني بياخد في الماده الواحده درسين خصوصي. طبعا المدارس بالنسبه للمدارس الحكوميه حدانه اعتبرها مدارس خاصه، كلها بتعتمد على الدروس الخاصه. الدروس الخصوصيه ثالثه اعدادي ثالثه ثانوي كل اللي هي الشهادات دي بتعتمد دلوقتي على الدروس الخاصه. ما عادش دراسه زي الاول بالمره. يعني انا ايامنا كانت المدرس بيشرح وبيعمل ناخد درس في ماده في مادتين، انما حاليا بياخد دروس في كل المواد، والدروس بتبدا كمان. يعني انت شايفه حضرتك احنا لسه في نهايه سته، يعني في نهايه في اول سبعه او نهايه سبعه الدروس بتبدا، واحد ثمانيه المدرسين بتبدا. يعني الطالب لسه ما بيلحقش ياخد راحته، او ولي الامر يا دوبك لسه النتيجه ما بتظهرش وبدا في دروس جديده، ولسه خارج من مصاريف طالب تاني بيدخل في اللي بعده. يعني قبل الدراسه بشهرين بيبدا الدروس. يعني بكون مخلص الترم الاولاني ولسه الدراسه ما بداتش. تمام. فالنهارده يعني هو حمل على ولي الطلاب، على اولياء الامور طبعا بالنسبه للدروس الخاصه، حمل جامد يعني. والنهارده برضك الطالب ذات نفسه مش مساعد ولي اموره. ازاي؟ مش مساعد، يعني تقول للطالب ذاكر، حاضر يا بابا، حاضر يا ماما، هذاكر، وما فيش يعني بتذاكر، بس المذاكره زي اللي هي ثالثه ثانوي زي اللي كنا بنسمع عنها زمان لا. وبعدين برضك موضوع الكهرباء. طب شايف ده بسبب ايه يعني؟ بسبب يا ست الكل ان طبعا النهارده اولياء الامور في طلبه كتير راكنين، يقول لك انا مثلا اجيب اي مجموع بابا بيدخلني ايه كليه خاصه، يعني مثلا معتمد على ان هو لو ما جابش مجموع هيدخله خاص، ما بيذاكرش معتمد على الخاص. فالنهارده انا واحد من الناس، انا حكيت لبنتي يعني من اول السنه مأمن لها كل طلباتها، دروس خاصه، جميع ملتزماتها موجوده، بس الكليات الخاصه دي صعبه. قلت لها جبت معهد هدخل معهد، جبت كليه هدخل كليه، انما خاصه لا. يعني هتدخل اللي هتجيبه مجموعها. مجموعها زي ما يجيب، لان انا طول السنه ما قصرتش معاها. طب لو هي نفسها في خاص تدخل خاص ما مش لا خلاص انت كده متفق معاها من الاول على كده. هي مثلا بنت يعني مدخلها خاص وبدها تصرف قدين، وبكره بدها تتجهز بكام وتصرف كام. خاص لا، انا قلت لها بالنسبه لثالثه ثانوي كل اللي بدك اياها منه مصاريف. يمكن كنت بتقول لي مش هقدر ادخل خاص دلوقتي حتى لو انا عندي القدره الماديه، بحيث ان برضه هي لسه هتكلفني في جهازها. هتكلف طبعا. البنت النهارده شوف هتكلف كليه خاصه قد ايه، ولسه داخل عليها بكره لما تتجوز. كل حاجه هتكلف، انا ما اقدرش اكلف التكلفه العاليه دي لانها لسه لها قوة صغيره برضه. ماشي اتكلم يا عم. ماشي. فالنهارده الخاصه دي نسيها. بالنسبه للكليات الخاصه لا. وبعدين برضك موضوع الكهرباء مأثر عليهم في الظروف اللي احنا فيها. طبعا انت شايفه درجه الحراره عاليه، ولما الكهرباء بتقطع الطالب برضك غصب عنه يعني. يعني كنت لسه بتقول ان الكهرباء كانت قطعت على بنت حضرتك امبارح وهي بتذاكر. وساعتها يعني دي حجه لها، قالت لما ذاكره تذاكر ازاي؟ تقول لك الكهرباء قطعت. طبعا كشاف ده شغلات كلها برضك مع درجه الحراره العاليه دي على الفاضي. فالله يكون في عونهم ويتولاهم ربنا وربنا معاهم. طيب يعني حكيت لك مثلا قالت لك ايه الصعوبات اللي بتواجهها خلال فتره الدراسه؟ والله هي اخر ماده بس اللي بيقول لك الوقت حدهم كان ضيق شويه. يعني بيقول لك مهما كون يعني الوقت طويل
بس بالنسبه لهم بقول لك الوقت بعدي في اللجنه بسرعه. الوقت يعني الماده اللي خلصوها كانت مدتها ساعتين، كانت بتقول ماده يعني الوقت ما كفاهمش. طب في اي مثلا صعوبات كانت بتواجهها خلال السنه الدراسيه دي؟ والله ما في صعوبات يعني، كانت ماشيه الحمد لله. ضروب من مدرس المدرس المدرس. طبعا كانت بتاخد درس، بين الدرس والدرس فاصل ساعتين، تضطر تروح البيت ثاني وترجع ثاني بعد ساعتين. طبعا تكلفه عاليه برضه، مصاريف اضافيه. فالمدرسين يعني الله يكون في عونهم يعني يتحملوا شويه، المفروض يعني يهونوا شويه على اولادهم. يمكن كنا بنتكلم لسه في موضوع ان المدارس بقت عباره عن مباني فقط، ما بقتش فيها المدرسين بيشرحوا. النهارده يا ست تكون طبعا المدارس يعني طالب يعني هيجي بنتي راحه ثالثه اعدادي، طبعا مش هتوصل المدرسه بالمره، يا دوبك يمكن توصل يوم يومين تمضي الاستمارة. طب ليه ما يعني لو مدرس يشرح لها بس نص الشرح بتاع زمان او تلتزم خصوصي او تلتزم، هتخفف من الدروس الخصوصيه وبالتالي هتخفف العبء عن اولياء الامور كله. انما بثالثه بالمره ما بتروحش انا حرام، امال فين الجدول وفين المدرسين وفين المدرسين وفين كده. فهي لو حتى المدرسين لو يشرحوا نص الشرح اللي كان بنشرح لنا زمان في المدارس اولياء الامور يعني هتخفف العبء عنه شويه. طالبه بدل ما تاخد درسين في الماده لا تاخد درس واحد. فهي المدارس عادت كده ونظامها عادت كده. قد ايه اثر قطع الكهرباء على بنت حضرتك وهي بتذاكر؟ يعني قطع كذا مره عليها او كده؟ والله هي الحمد لله اليومين دول يعني رغم درجه حراره عاليه بس يعني ما بتفتحش كتير طبعا. لها ساعه ساعتين في اليوم يا شماء بالنسبه للمنطقه اللي انتوا فيها يعني. بالنسبه بس بتقطع اكتر من مره ولا هي مره واحده؟ ما قطعت مره واحده مرتين بالكده يعني. لحد الوقت بالنسبه لنا احنا ارياف فما بتقطعش زي المدن كده، لان احنا مهما كان عندنا الحمل اجل، عندنا الاحمال اجل شويه من المدن. فدي يعني ماشي حالها الحمد لله احسن من غيرنا يعني. قول بقى لايه لبنتك النهارده والطلبه الثانويه العامه وهم بيمتحنوا الفيزياء والتاريخ؟ الله يوفقكم ويثبتكم ان شاء الله وتجاوبوا وتطلعوا مبسوطين يا رب. يا رب. شكرا لحضرتك والجميع زمايلها يا رب وجميع طلبه الثانويه العامه يا رب. شكرا لحضرتك. زي ما سمعتوا حضراتكم مشاهدي ومتابعي موقع وجريده اهل مصر في كل مكان، احد اولياء الامور بنتكلم معاه طبعا عن تضرره هو وغيره كمان من اولياء الامور من مصاريف الثانويه العامه، واللي بيضطر فيها كمان الطلبه من ابنائهم ان هم ياخدوا بدل في الماده درس واحد لا بقى بياخدوا فيه اثنين بسبب صعوبه طبعا المواد كمان، ده طبعا بيمثل او بيشكل عبء مادي كبير زياده عليهم خلال السنه الدراسيه دي. طب انا عايز اسالك سؤال، اتفضلي. صرفت قد ايه كده في الثانويه العامه على بنت حضرتك؟ يعني والله المشكله ان انا بسافر بره. المصاريف مع والدتي. بس صرفت يعني مش اقل الشهر مش اقل من 3000 4000 يعني في الشهر. اقل شهر 3000 4000 اقل 3000 4000 مصاريف بقى ودروس وكده. اقل حاجه للطالبه 4000 في الشهر. يعني مصروفها الشخصي بس حوالي 780,000 جنيه في الشهر لشخصي. مواصلات سندوتش ماشي واداها دروس كمان 2000 3000 4000 في الشهر تقريبا. طبعا في اخر فتره المصاريف بتدوب لان الماده مادتين، تاخد درسين خاصه، تاخد المدرس والمدرس. فالمصاريف بتزيد. ما عادش بتنحسب، ما عادش لها مقياس في المصاريف. ربنا يقويكم يا رب. الله يبارك فيك. يعني زي ما سمعتوا حضراتكم مشاهدي ومتابعي موقع وجهات اهل مصر في كل مكان، تضرر اولياء الامور من المصاريف الثانويه العامه اللي بتشكل عبء كبير جدا عليهم، وكمان انقطاع الكهرباء طبعا اللي بتقطع اثناء مذاكره ابنائهم. ان شاء الله ربنا يوفقهم. النهارده طلبه الثانويه العامه الشعبتين العلميه والادبيه عندهم امتحان ماده الفيزياء والتاريخ، ان شاء الله ربنا يكبر بخاطرهم النهارده ويطلعوا مبسوطين يا رب. شكرا لحضراتكم مشاهدي ومتابعي موقع وجريده اهل مصر.